عشان نتحدث عن مساق ريادة الأعمال، يعني هلأ العالم كله يتوجه إلى ريادة الأعمال، أفكار ريادية، الأفكار الابتكارية. هذه الكلية أو الجامعة بنقدر نحكي أدخلت هذا المساق، مساق ريادة الأعمال، لكافة الطلاب. نعم. يعني نحكي مش بس لكلية التكنولوجيا الأعمال، لكافة الطلاب. شو أهمية ريادة الأعمال؟ يعني ليش هو صار معمم كمساق عام لجميع الطلاب بهذه الجامعة؟ يعني طبعاً إحنا نهتم، طبعاً الكلية الجامعة من أوائل الجامعات اللي أنشأت مركز ليهتم بريادة الأعمال. مركز الملك رانيا تأسس بال2004، وهذا الدور من الجانب اللي من أول الناس اللي بدأوا بقضية ريادة الأعمال. وطبعاً أهمية ريادة الأعمال تكمن إنه الاقتصاد العالمي مبني على الأفكار اللي بتطلع جديدة. فإحنا بنتكلم على طريق الإبداع والابتكار، ببلش بإيش؟ إنه إحنا الناس لازم نعيد نظرة الناس لفكرة إنه أنا بدي أحصل وظيفة، نعيد فكرة إنه قضية إنه أنا كيف ممكن أنا أخلق فرص عمل، مش بس أدور على فرصة عمل، كيف أخلق فرص عمل. إحنا نتكلم على إنه معظم الناس الرياديين ممكن يطلعوا من الكليات الثانية، فأنا بدي الطالب يكون عنده ثقافة ريادة الأعمال الصحيحة، حتى لو ما أسس شركة يكون عنده ثقافة عدم الفشل، المحاولة، العمل الجاد. وهذا اللي إحنا ركزنا عليه، إنه كل الطلاب يأخذوا إنه كيف يكون إذا بشركة يكون ريادي، يبلش بأفكار ريادية. إحنا عندنا طلاب طلعوا كانوا مشاركين بمؤتمر ناسا العالمية، طلاب هندسة، بس هو هذا الفكر الريادي اللي نتكلم عليه. إحنا إذا نتكلم على الوظائف اللي راح تيجي بالمستقبل، بقول لك بال2030 85% من الوظائف مش معرفة، فإحنا بدنا نخرج ناس عندهم المقدرة على التعامل مع التغييرات اللي بتصير. أنا الطالب عنده السرعة للمعلومة أكثر من الدكتور، أنا بدي شو يعمل بهالمعلومة هاي؟ حلو. كيف يحولها لمصلحته؟ كيف يكون يعني هذا الوظائف الجديدة اللي راح تيجي، قبل 10 سنين ما كان هذا يعرف شو السوشيال ميديا، الآن كيف هذا الطالب اللي بتخرج يكون عنده المقدرة والريادة جزء من هذه واكب المهارات والتطور. نعم. صح. اللي بتخليه جاهز مش بس لسوق العمل، للحياة بشكل عام. نعم. للتغييرات كلها يحدث إشي إيجابي. نتكلم على طالبة هبة درست ماجستير ريادة، أنا حين نتكلم كيف استخدموا هذه التولز اللي معطيهم إياها مشان يكونوا ويبدعوا في حياتهم. نعم. هذا السؤال الثاني، لو كيف أنت مثلا شو الفرق مثلا بين حتى طريقة التفكير في العمل الميداني، يعني على أرض الواقع، والله فلان دارس إدارة بشكل عام، واحد عامل إدارة ريادية، أو كيف هذا بينعكس حتى في أسلوب التفكير وفي التعامل في الميدان؟ تمام. هلا بالنسبه لي تخصص رياده الاعمال كان يعني فتح لي عيوني على كثير قصص، منها الاشياء اللي بشتغلها بشكل يومي، مش بس انه انا افتح شركه زي ما تفضل دكتور عبد الرحيم، انا بشتغل بشركه كبيره. انا في داخل الشركه استفدت من تخصص رياده الاعمال باني امسك مشروع من الفكره لسوق العمل، واعرف هل سوق العمل جاهز أو بحاجة لهذا المنتج. مرات كتير ناس بيطلعوا بمنتجات مش محتاجينها إحنا في السوق، فتخصص ريادة الأعمال بخلينا نفكر أكتر كيف نشتغل، بركز على الحاجات، على الحاجات بالضبط، على الحلول وعلى الحاجات وكيف تتطبق على أرض الواقع. بالضبط. أنا بدي أختصرها بجملة اللي بيحكوها work smarter not harder. فإحنا التخصص بالذكاء مش بجهد 100%. فإحنا هذا التخصص علمنا بالضبط شو يعني نشتغل بطريقة أذكى ونطلع بنتائج أحسن من ما إننا نشتغل بس على الفاضي. خلينا نحكي حلو. بتعرف يعني هلأ المنظومة التعليمية كلها متوجهة لهذا العالم، عالم التواصل، عالم الأفكار الإبداعية، الابتكار. نعم. وهذا اللي عم بتنفذه هذه الجامعة، ونتمنى إنه هذا المثال يعني يتم تطبيقه على باقي الجامعات، مش بس كمان على الجامعات، على المدارس منذ الصغر، منذ الطفولة. لازم نبني الفكر الريادي، الفكر الابتكاري لدى أطفالنا. نعم. هذا موضوع مهم جدا، ويمكن دكتور بحب نسمع منك كلمة على موضوع الريادة. يعني في هناك بعض الأفكار المغلوطة عند الناس، شو قصدك بريادة الأعمال؟ إنه أنا أطلع بفكرة وأعملها، ولا أنا بدي أفكر كيف أبني هذه الفكرة؟ ونحكي عن التأسيس منذ الطفولة عن ريادة الأعمال، كيف نقدر نبني جيل كامل مبتكر مبدع بقدر إنه يعمل على حل المشكلات بحياته. طبعا هو أهم جزء مهم بالفكر الريادي إنه أنا أعطي الفكرة الصحيحة. إحنا متكلمش على مثل ما حكينا، أنا بدي طريقة تفكير، أنا بدي مثل ما بيحكوا إذا بتعطي إنسان سمكة يفيدهم فور داي، بس إذا بتعلمه كيف يصيد هو أنت حل له مشكلته، بيفتح مطعم أبدا، بيبدع. فإحنا نحكي
من الطفولة، من فترة الطفولة احنا بدنا نبني هذا الفكر، فكر انه انا اطلع بعالم الريادة كل مشكلة عبارة عن فرصة. Every problems an opportunity. حلو. انا كيف انا بتكلم، كيف المشاكل حوالي احلها لفرص عمل الي. انا بدي اطلع، احنا في عنا ثقافة العيب، ما في عيب بالريادة. بقول لك بعالم الريادة اللي بده يستثمر بواحد بده يستثمر بواحد جرب اكثر من مرة. هاي فكرة انه يتعلم من تجربته، هذه فكرة لازم احنا نعملها ونحكي انه انا بدي اكون في ريادي اجتماعية، انا كيف احل مشاكل بالمجتمع من خلال الريادي. حلو. انا كيف طريقة تفكيري انا ما انتقد واغير. بقول لك الانسان الريادي هو انسان غير راضي عن الواقع، كل الافكار اللي طلعت موجوده حاليا هو اصلا لو انه حلول. انا وانا مش راضي بدي اطلع فكره احسن. فهذا الفكر احنا يعني من دور اللي بنحكي فيه انه بدنا نبلش من الاساسيات، وبرضه بالنهايه احنا بنطلع ناس، وقناه رؤيه قناه رياديه نعتبرها عشان انه بالفعل عملت شيء، كان جابت شيء جديد مختلف. لمختلف. نعم.